السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وأهلا بكم متابعين كرام. في الحلقة السابقة اتكلمت عن طريقة اللحام بالمكوة وخلع العناصر بالشفاط، وقلت كمان إن هو أحلى سلاح للمكوة تركيب المكوة، تمام. وشرحت كل حاجة عن اللحام بالقصدير. إن شاء الله في الحلقة دي زي ما وعدتكم هعمل فيديو عن خلع العناصر بالهوت إير، تمام. أول حاجة تعملها اللي انت هتعلي الهيتر السخان، وهتعلي الاير الهواء يعني على الاخر، الاتنين هتعلمهم على الاخر، تمام. هتجيب الدراع، وهنجيب احنا اي برضه قديمة، تمام. ركز معايا، انا دلوقتي مثلا عاوز اخلع الاي سي ده، تمام. هخلع الاي سي ده، هسخن على الرجول بتاعته بالمكوة العادية، هسخن على الرجول بتاعته بالمكوة العادية على الشكل الأول، ده رجول اهيت، ده رجول الأساسية الأربعة والأربعة، تمام. احنا هنسخن بالمكوة العادية نسخن الأزير، وبالهواء بتاع الهوت اير نطير الأزير، تمام. يعني هنسخن الأزير بالمكوة العادية، وهنقوم جايبين الدراع ده ومطيرين الأزير وهو سخن، وكده كده الدراع سخن زي ما انتوا عارفين، كده كده الدراع هيجيب حرارة. ركز معايا كده، الشكل اللي شفته ده كده اهو، ده سي طلع معايا اهو بدون عذاب وبدون شفاط وبدون اي حاجه. قلت لحضراتكم اللي انا هعمله لكم، تمام. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار سيبولي في التعليقات، ان شاء الله ارد عليك. كده عملت لكم كل حاجه عن اللحام، كان بالهوت اير او الماكو العاديه والشفاط، تمام. رب يكون الفيديو عجبكم طبعا، ولو عندك اي سؤال في اي حاجه سيبولي في التعليقات وانا هرد عليك. وكمان في حاجه مهمه يا جماعه، الناس اللي بتبعت لي على الفيس تسامحني اني ما اعرفش ارد على كل الرسائل، تمام. فالاحسن تسيب لي تعليق هنا على اليوتيوب وانا ارد عليه، لان في الفيس والله عندي يعني اصدقاء كتير فوق ال 4000. وحط نفسك مكان حضرتك، لو انت لقيت 30 40 نفر بيكلموك في نفس الوقت هتكلمهم ازاي، تمام. فاعذروني في الحته دي عشان مش حد يزعل مني، عشان ما حدش يزعل مني، مش عارف ارد 40 واحد و50 واحد في نفس الوقت، واللي ما بردش عليه بيزعل مني. فياريت لو عندك سؤال تسيبه هنا في اليوتيوب احسن، هنا ارد عليك احسن من هناك، تمام. يا رب اكون يعني وفقت اوي في المعلومه. ولو كنت اول مره شفنا طبعا اشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو. كان معكم اخوك السلام من قناه احمد الالكترونيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.